بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة، وكما يتراءى لي بأن النصاب متوفر، وإذا كان هناك أي غياب، الأخ الأمين العام. لا يوجد متغيبون في الجلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم السيد عبد الوهاب عبد الرحمن المنصور، ظرف صحي. شكرا معالي الرئيس. نبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك ملاحظات وإن لم يكن فنعتبر المضبطة مصادقة عليها من قبل مجلسكم الكريم. أخوان، البحرين تمر بحزن كبير، ورحيل سمو الأمير خليفة بن سلمان أدمى القلوب وأحزن النفوس. فأنا راح إن شاء الله أعمل هذه الجلسة، أولا عملناها بحضور جميع أعضاء المجلس، وثانيا راح نكتفي برثاء الراحل الكبير، ونرفع جلستنا ونؤجل كل مواضيع هذه الجلسة إلى جلسة قادمة، نظرا عظم المأساة برحيل هذا القائد الذي أحزن النفوس وأدمى القلوب. بداية أطلب من الجميع الوقوف دقيقة الصمت انحدادا على الراحل الكبير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى بفقد الراحل الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله وتغمده بواسع رحمته، يتقدم مجلس الشورى بأحر التعازي وخالص المواساة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولأبناء وأحفاد سمو الأمير الراحل وعائلة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الوفي. إن مجلس الشورى يقف إكبارا وإجلالا للمسيرة الحافلة التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وما قدمه من عمل وتفان كبير وعطاء امتد طيلة حياته، جعل مملكة البحرين منارة ونموذجا في شتى المجالات. فلقد كان رحمه الله ملهما ومعطاء وقائدا فدا وحكيما
كرس حياته لخدمة مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعا. ويؤكد مجلس الشورى أن سمو الأمير الراحل يعد رمزا وطنيا قاد العمل الحكومي بكل حكمة وحنكة واقتدار ونهج قويم ومبادئ راسخة، فسموه رحمه الله القامة الوطنية التي جعلت الوطن والمواطن في أعلى سلم الأولويات على مدى 50 عاما من العطاء المتواصل. وتمكن سموه رحمه الله من بناء مسيرة نجاحات وإنجازات شاملة حتى أصبحت مملكة البحرين نموذجاً يحتذى، وسموه رحمه الله متميزاً في القيادة المسؤولة والطموحة التي لا تعرف الكلل ولا الملل في تلبية احتياجات المواطنين وتأمين الحياة الكريمة لهم. إن مشاعر الحسرة والألم التي أظهرها المواطنون بمختلف فئاتهم وشرائحهم وعبارات التعازي والمواساة التي كتبت في الأمير الراحل تقدم دلالة كبيرة على المكانة العالية التي يحظى بها سموه في قلوب أبناء الوطن، وانعكاسا لحجم العطاء والدور البارز الذي رسخه سموه رحمه الله لإعلاء اسم مملكة البحرين عاليا. لقد كان سموه رحمه الله جامعا لكل فئات وشرائح المجتمع البحريني، ويحرص على الالتقاء بهم عبر مجلسه الأسبوعي الذي يجسد نموذجا للمجتمع المتجانس والمتحاب. كما عرف عن سموه عبر التاريخ حبه وقربه من الجميع وحرصه على مشاركة أبناء شعبه في مناسباتهم المختلفة وزيارته لمختلف المدن والقرى ليطلع بكل اهتمام ومسؤولية على احتياجاتهم ويوجه لتنفيذها وتضمينها في الخطط والبرامج الحكومية. إننا في مجلس الشورى نستذكر بكل الفخر والاعتزاز الجهود الحثيثة لصاحب السمو الأمير الراحل طيب الله ثراه في تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوفير كافة سبل الدعم لتمكين الجميع من القيام بالدور المناط بهم بكل فاعلية وعطاء، لإيمانه الثابت بأن تكاثف الجهود والتعاون المستمر يحقق الرياضة والنهضة الشاملة للوطن الغالي. ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وسيبقى رحمه الله حاضرا في قلوب جميع أهل البحرين، وسيبقى رمزا وطنيا خالدا في ذاكرة الوطن. ختاما نبتهل للمولى العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ويسدد على طريق الخير خطاه في رئاسته لمجلس الوزراء، فسموه خير خلف لخير سلف، آملين لسموه المضي بكل عزيمة وإرادة ومواصلة مسيرة النهضة والتقدم في مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ولتبقى مملكة البحرين واحة للأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن راح أبدأ بإعطاء الكلمات لطالب الكلام الدكتورة جهاد الفاضل، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ونحتسب. نعم معالي الرئيس، كما ذكرتم حزن البحرين كبير بوفاة المغفور له الأمير الراحل خليفة بن سلمان طيب الله ثراه، الذي أدمى قلوب الكثير كلنا برحيله. هل البحرين جميعهم يعزون بعضهم البعض بفقد الوالد القائد الرمز القدوة المحنك الحكيم؟ مهما أعدد من خصال وصفات للراحل الكبير، فلا تستوعب لغة ولا تنصف مداخلاتنا حجم رجل بحجم خليفة بن سلمان رحمة الله عليه. لا نستطيع معالي الرئيس أن ننسى حرص سموه المستمر على تعزيز التعاون بين السلطتين، ولا نستطيع أن ننسى تقديمه الدروس المكررة للمسؤولين بالنزول شخصياً للميادين، وكذلك لا نستطيع أن ننسى أيضاً اهتمامه وحرصه ورعايته لتلبية حوائج الناس بمختلف فئاتهم وطوائفهم. كان نموذجاً للمسؤول القريب من الناس قلباً وعملاً. من الصعب معالي الرئيس في دقائق أن نستذكر مناقب الفقيد الراحل الكثيرة، ونستذكر أيضاً أعماله وعطائه اللامحدود وبصماته التي لن تنسى. برحيل سموه سلمت الأمانة أيضاً إلى قائد وأمير ذو حكمة وخبرة ورشاد، وكلنا على ثقة بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء سيواصل مسيرة التعاون والازدهار والخير لهذا الوطن تحت راية سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وأختم معالي الرئيس مداخلتي بتقديم واجب العزاء للوطن قيادة وشعبا، وأدعو الله العلي القدير أن يرحم فقيدنا الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. الأخ خالد المسقطي، تفضل. شكرا على الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. معالي الرئيس، إنه فعلا أمر يعني مؤسف ومحزن أن نقف اليوم ونؤبن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمة الله عليه، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد سنوات مديدة من العطاء، سنوات مديدة من العمل الدؤوب والإخلاص، كل هذا لرفعة شأن مملكة البحرين. وبداية أنا أتقدم بأسماء آيات التعازي والمواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، ولأبناء وأحفاد فقيد الوطن الغالي وعائلة آل خليفة الكبرام ولشعب البحرين المخلص. اليوم على الرئيس تعجز الكلمات عن الوفاء بحق قامة وطنية كبيرة ساهمت بكل ما تتمتع به من كفاءة وإمكانيات لتحقيق الخير والصلاح والتقدم لوطننا العزيز البحرين، وهو رحمه الله ما كان يعكسه من
خلال حرصه ومتابعته الشخصية لكل التفاصيل التي تعني بشؤون الحكومة الموقرة. كان رحمة الله عليه مترجم لأسمى معاني تفاني لتحقيق العيش الكريم لأبناء شعب البحرين، كل شعب البحرين، من خلال مبادرات ومساعي نيرة يشهد لها القاصي والداني. إن سمو الأمير الراحل شخصية فريدة من نوعها، سخرت حياتها ووقتها وجهدها لتكون قريبة من المجتمع بكل فئات المجتمع، متلمسا الطموحات وتطلعات وسباقا في كل المحافل ليضع مملكة البحرين على طريق النجاح والريادة. معالي الرئيس، إن اليوم عزائنا بعد وفاة الفقيد الغالي في بقاء نهج سموه واضح يسترشد به من القاصي والداني، وكلنا دعاء للمولى عز وجل أن يتقمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه الوسيع من جنته، وأن يحفظ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عليه البلاد المفدى ويبقيه سند وذخر للجميع، وأن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله لحمل الأمانة ليكون خير خلف لخير سلف. معالي الرئيس، رحم الله فقيد الوطن واسكن فسيح جناته. شكرا. الأخ عبد الرحمن جمشير، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم. سيد الرئيس، لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى في يوم حزين نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لقد اقترنت أيامه بالبسمة الصافية والصادقة، وامتزج قلبه بحب الناس كل الناس، وبكاه الجميع بكاء حرقة وألم. ونتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى أنجاله الكرام سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء، وإلى العائلة الكريمة وشعب البحرين الوفي كافة، سائلين المولى العلي القدير أن يتقمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. شكرا. الأخ جواد الخياط، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، الأخوة والأخوات الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقل يوم 11 من الشهر الجاري صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. أتقدم بأحر التعازي إلى مقام جلالة الملك المفدى والعائلة الكريمة وشعب البحرين الكريم بهذا المصاب الجلل، وبرحيل هذا القائد العظيم مؤسس البحرين الحديثة وراعي نهضتها. فقدت البحرين فارساً شجاعاً لا يخشى في الحق لومة لائم، أحب وطنه وأخلص إليه وأحب شعبه وأحبه شعبه. كرس طيلة حياته لنهضة البلاد وسهر على مصالح العباد، أبوابه دائماً مفتوحة إلى كل من قصده، وكان رحمه الله قائداً حكيماً
موحدا كان همه صون الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب، معتدلا وسطا في مواقفه. لقد خسرت البحرين قائدا وأبا قل مثيله على مر العصور. تغمد الله الفقير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا. الأخ دلال الزايد تفضلي. الرحيم، شكرا معالي الرئيس. صراحة وايد صعب ان الانسان يعني يتكلم عن قالي فقده، خاصة الفقيد اللي فقدناه، يعني اب كان للجميع، تعاصرت عليه الاجيال، لمسنا فيه كل ما يعني كل معاني الابوة. يا ما كان من وزير او فقير او غيره استشعر فيه هذه الصفة الابوية فيه. صراحة يعجز الكلام ان احنا نوفي حقه مهما قلنا، ولكن فعلا اليوم احنا لمسنا حتى الصغار في احاسيسهم، الكبار استشعروا هذه المحنه اللي مرت فيها البحرين والفجيعه اللي مرينا فيها. جاءت كلماتك معبره معالي الرئيس عن دقائق الامور اللي الواحد وده انه يتكلم فيها، ومتفضل فيه ايضا الاخوان في كلماتهم المعبره. مهما اختلفنا في استخدام الكلمات او التعابير، كلها ننتهي ان فعلا في القلب حزن كبير، وإن شاء الله رب العالمين كثر ما سمعنا من دعاوي له وطلبات إن طلبت فيه إن هو الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته. إن شاء الله هل الأمور ردود الفعل اللي سمعناها سواء على المستوى الدول الخليجية أو العربية أو الإسلامية وعلى مستوى العالم، كيف تأثر وتفاعل مع وفاة الخليفة بن سلمان رحمة الله عليه. اليوم احنا ان شاء الله نستلهم منه دوما المسيره اللي فعلا كرس نفسه وغرس في نفوسنا كيف نحب البحرين، كيف نشتغل للبحرين، كيف نحافظ ان احنا نزرع هذا الشيء حتى في عيالنا. هذه المفاهيم فعلا انغرست على مدار السنوات، وان شاء الله ندعي ان الله يمسح على قلب جلاله الملك ان شاء الله بالايمان وطاعه الرحمن. نظرات الأسى والحزن اللي شفناها وتناقلناها كانت جزء فعلا من اليوم اللي احنا عشنا فيه وتفاعلنا فيه، وكان ودنا ان نقوم في الواجب، وان حتى سواء رجالا ان يسعون ويتواجدون اثناء الدفن لولا هذا الموقف اللي احنا فيه. ولكن كلنا تفاعلنا مع هالحدث من يعني مشاهدتنا للتلفزيون، وتأثرنا فعلا في هذه اللحظة. كانت اللحظة اللي يطمح فيها كل بحريني انه هو يتواجد في هذا المكان ويقوم في الواجب لآخر لحظة. ولكن الحمد لله رب العالمين، قلوبنا كانت معه، دعائنا كان معه. أيضا نتلمس إن إن شاء الله يكون يلهم رب العالمين أهلا إن شاء الله فيما الإحساس اللي فقيدته كركيزة أساسية في حياتهم، يستلهمون منه قوتهم، صبرهم، حكمته، كيف التعامل مع هذه الأمور. توارثناها في كل من حكم في البحرين وكل من جاء في قياداتنا، لذلك احنا نحب قياداتنا دائما لأننا نستشعر فيهم هذا التقارب، هذا الحب اللي من الصعب يستشعر فيه في الدول اللي ما تحس في هذا الانتماء والإحساس والمحبة اللي يعني يحفوننا فيها طول الوقت. إن شاء الله نسأل رب العالمين إن يهب إن شاء الله ولي العهد الأمير سلمان بن حمد إن شاء الله إنه يكون فعلا الخلف اللي إحنا نطمح فيه، إنه يصنع تاريخه في صناعة إن شاء الله البحرين وقيادة الحكومة في هذا الجانب، كما عهدنا مما رأيناه فعلا من الشيخ من الأمير خليفة بن سلمان، عندما كنا فعلا نفخر ونفاخر بما حققتها حكومة البحرين في قيادة هذا ملكنا وفي قيادة حكومتنا وفي تعاضدنا كشعب. مهما اختلفنا مع بعض في مسيرتنا، ولكن كان الهدف دائما ودوما التلاحم ورفع اسم البحرين عاليا. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الحداد تفضل. مع الخير مع الرئيس ومع الخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. بداية مع الرئيس أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى القيادة الرشيدة، وإلى أبناء الفقيد وأحفاده، وإلى عائلة آل خليفة الكرام، وإلى شعب البحرين الوفي في هذا الجلل.
مع الرئيس اسمح لي أن أذكر بعض النقاط فيها فيها في هذا الشأن. خليفة بن سلمان ستبقى صدى في ذكراك الطيب في قلوب البحرينيين، وستظل استحقاقات إنجازك حاضرة دائما فيما أسسته من مبادرات ومشاريع وبرامج وأجهزة ومؤسسات حديثة يفتخر بها الشعب البحريني المعطى. البحرين فقدت قائدا حكيما أفنى حياته في خدمة مليكه ووطنه، سيبقى خليفة بن سلمان رمزا خالدا في ذكرى هذا الوطن. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الشيخ خليفة رحمه الله كان معنا في مجلس الوزراء أبا وأخا وصديقا وموجها، صديق دربه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس نائب مجلس الوزراء. البحرين فقدت رجلا عظيما وقامة تاريخية قدم درسا في الإخلاص، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. البحرين فقدت قائدا ملهما نهض بها وأسهم في بنائها ونمائها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا خليفة لمحزنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ الدكتور عبد العزيز الحجمان تفضل. في هذا اليوم يشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وأخوانه وأسرته الكريمة وأسرة آل خليفة الكرام وشعب البحرين الوفي. في هذا اليوم نحن أمام قامة عظيمة وجليلة يستذكرها التاريخ عبر 50 عام. هذه المحطات التي مرت بها البحرين لا يمكننا أن نختزلها في لقاء قصير نتحدث فيه عن قامة عبقرية وقيادية، قامة عبقرية وقيادية في جميع المجالات. هذه المجالات عندما نستذكرها نتذكر محطات مضيئة في حياته، فقد كان كما قال الأخوة الأعزاء كان القائد وكان الرائد وكان الأب وكان الأخ وكان قريبا من الجميع. شخصية نادرة تعد في سجل التاريخ في سجل الخالدين، وعبقرية فذة في قيادتها واستشرافها للحاضر والماضي، فهو مرجعية في كل شيء. لا نقول إن خليفة بن سلمان رحمه الله تعالى قد توفي ونسيت آثاره، إن آثاره موجودة، وهذه النهضة التي نشاهدها اليوم ويشاهدها العالم أجمع تدل على هذا القائد العظيم الذي كرس حياته وجهده وإخلاصه ووفائه لوطنه وشعبه في جميع المجالات. هذه النهضة المباركة التي نشهدها هي سجل من سجل التاريخ العريق. فإذا تحدثنا عن الإنسان والأب فإننا نجده قريبا من شعبه، حبيبا للجميع، لا يرد شكوى ولا يعجز عن تلبية أي حاجة يتقدم بها أو يطلبها أي مواطن منه، فكان شخصية وطنية بحق، شخصية عرفها التاريخ وعرفها العصر الحديث في جميع المجالات. فهو شخصية تاريخية سجلها التاريخ بأحرف بالنور، نجده متمثلا في جميع المجالات، سواء كانت هذه المجالات
في هذا البلد الطيب العريق أو كان على مستوى العالم، وموقفه الشجاع في تصدي للأمور التي تمر بها البلاد بكل جراءة وإخلاص ووفاء. هذه الكلمات الخالدة التي نستذكرها اليوم هي قليل من كثير، فإننا لا نقول إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقد ابنه إبراهيم عليه السلام: إن القلب لا يحزن، إن القلب لا يدمع لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا خليفتي المحزونون. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق جلالة الملك إلى خدمة هذا الوطن، وأن يصب عليه الصحة والعافية وطول العمر، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ الأمير خليفة سلمان بن حمد إلى ما فيه خير هذا البلاد والعباد، وأن يعينه على حمل هذه الرسالة، فإنه خير خلف لخير سلف. والسلام عليكم ورحمة الله. الأخ فؤاد الحاجي تفضل. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمشاعر الحسرة والألم بفقد الراحل الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله وتغمده بواسع رحمته، أرفع للمقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله وأدام عز ملكه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، ولأنجال وأحفاد فقيد الوطن الغالي وعائلة آل خليفة الكرام، ولشعب البحرين المخلص الوفي خالص التعازي والمواساة. سيدي الرئيس، إن مملكة البحرين وشعبها فقدت قائدا حكيما محنكا وقامة لها بصماتها المشهودة في النهضة الشاملة لمملكة البحرين، ورجلا مخلصا سخر حياته وجهده لخدمة مليكه ووطنه وشعبه. نحن لا نبالغ ولا نزايد حين نستلهم من فكره ورؤيته وفلسفته في إدارة مختلف مناحي الحياة، فهو رجل حريص كل الحرص على متابعة التفاصيل مع كل المسؤولين والمعنيين، مسخرا خبرته وكفاءته من أجل رفعة شأن مملكة البحرين الغالية. ختاما، لنا مع فقيد الوطن الكثير من المواقف المشرفة والمبادرات الرائدة والكلمات والتوجيهات السديدة التي لطالما انبرت وسخرت من أجل أن تمضي البحرين، أن تمضي مملكة البحرين بثبات في شتى المجالات والنواحي. سيدي الرئيس، نحن على ثقة تامة بأن هذه السفينة ستظل تبحر بأمن وسلام ونجاح بقيادة فريق البحرين الذي يتقدمه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخ بسام بن محمد. نعزي جلالة الملك الله يحفظه ويديم عزه، ونعزي أيضا سمو ولي العهد رئيس الوزراء وأنجال وأحفاد الفقيد.
من مثل فقيد الوطن ما يرحلون وان رحلت ارواحهم واجسادهم، لكن يبقى اثرهم الطيب وتبقى انجازاتهم ويبقى عملهم منارة تنير لنا الدرب نستنير فيها ونمشي عليها. كان رحمة الله عليه مدرسة في كل شيء، مدرسة في الأخلاق ومدرسة في السياسة ومدرسة في الإدارة ومدرسة في الاقتصاد، تعلمنا منه الكثير وتعلم الوطن منها. لمسنا من سموه دائما حبه الشديد لكل ذرة من ذرات الوطن، لمسنا قربه، كان قائد موجود في كل موقف وفي كل لحظة، ما يكون في أي شيء إلا نشوف سموه موجود قبل غيره في الموقف وحاضر، وكان دائما يعرف كيف يدير الأمور وكيف يوازن وكيف ينهج نهج نتعلم منه الكثير. لذلك دائما احنا نقول الحين نهج ومنهج سموه يجب أن يكون أمانة علينا أن نرعاها ونتوارثها جيل ورا جيل، يجب أن فعلا نتوارث هذا النهج ونعلمه لكل الأجيال الجاية، لأن هذا النهج هو اللي ميز البحرين وهو اللي ساهم في تقدمها بين الدول. يعني صعب جدا الواحد اليوم يلقى الكلمات المناسبة في رثاء شخص الوطن كله تفاعل معاه في كل لحظة وفي كل موقف، واليوم ما نتصور البحرين من غيره. كان الله في عون جلالة الملك، وأيضا أعان الله ووفق سمو ولي العهد رئيس الوزراء على حمل الأمانة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا. الأخ جميلة سلمان تفضلي. شكرا معالي الرئيس، حقيقة الحزن أعمق من الكلمات، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه نلا وإنا إليه لراجعون. بداية معالي الرئيس، أرفع لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه، وسيدي صاحب وسيدي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ووفق لما هو خير. كما أرفع أحر التعازي إلى أبناء وأحفاد الفقيد وشعب البحرين الحزين. من الصعب أن أقف وأرثي أب الوطن ما أصعب أن يرثي الأبناء أباهم. الفقد على ثقله أعظم، من الصعب أن أرثيه، فكل الكلمات لن تنصف الفقيد حقه، والغصة في حنجرة الوطن أعظم من الكلمات. لن أذكر وأعدد إنجازات الفقيد على صعيد النهضة بوطننا المذكول، فكل مكان في البحرين شاهد على بصمة يده الكريمة. لن ننسى مجالسه المضيافة التي تعلمنا منها الكثير في حب الوطن والعطاء والحفاظ على مكتسبات هذا البلد. تعلمنا منه الحكمة والتفهم والتقدير لكل أطياف وطننا الحزين. نعم، فقدنا أمير الإنسانية وحامل هموم وطننا طوال عمره، الوطن كله يتيم اليوم. فلنا كلنا العزاء، أسأل الله القدير أن يرحمه بواسع رحمته ورضوانه ويلهمنا الصبر والسلوان، سيبقى في قلوبنا وذاكرتنا إلى الأبد، وسنبقى على عهده أوفياء للقيادة والبحرين. وشكرا على الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ درويش البناعي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الرئيس، تحيات للجميع. بمزيد من الحزن والأسى نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء، وإلى العائلة الكريمة وجميع شعب البحرين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان الخليفة. داعين المولى عز وجل أن يتقمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. إن رحيل سموه ترك جرحا قائرا بنفوس البحرينيين جميعا، إن ما قدمه من خدمات جليلة لبناء الوطن والنهضة
بأبنائه تمثل إرثا تاريخيا وحضاريا كبيرا. عليه الوطن شمخت صروحه التاريخية والحضارية، ونمت وتطورت الصناعة في مملكة الغالية، كل ذلك كان على عاتق سموه، حيث شهدت البلاد منذ توليه رئاسة المجلس الوزراء تحقيق إنجازات كبيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من ازدهار وتقدم، حيث أصبحت نموذج يحتذيه لدى دول أكبر مساحة وأكثر سكانا وأعظم إمكانات. كان المجلس الأسبوعي لسموه بمثابة مدرسة لنا، تعلمنا الكثير من نصائحه القيمة وإرشاداته التي تصب في صالح الوطن والمواطن، ونعتبرها خارطة طريق للنهوض بالقطاع الخاص، وكان دائما يستمع بآذان صاقية لما نواجهه من تحديات، حيث يأمر المسؤولين بالتعاون والمساهمة في تذليل العقبات إن وجدت، قاصدا سرعة وتيرة نمو القطاع الخاص. وختاما نهنئ سمو الأمير الملكي سلمان بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه، ولي العهد، القائد الأعلى، نائب القائد الأعلى، رئيس الوزراء على الثقة الملكية بتوليه سموه رئاس الوزراء، وهو خير خلف لخير سلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخ جمال فخرو، تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، بداية أتقدم بخلاص العزاء لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وصاحبة السمو الشيخ الولوة بنت خليفة الخليفة، وأحفاد سموه والعائلة المالكة الكريمة، والشعب البحريني الوفي لهذا الفقد الكبير. لقد عبرت يا معالي الرئيس في كلمتك عما يجول بخاطري وخاطر كل الزملاء الأعضاء، ولكن فقدنا الراحل طيب الله تراه يستحق منها كلمة وفاء بحق، فهو لم يقصر معنا جميعا منذ أن عرفناه. أريد أن أقول بأن خليفة سلمان ورد الجميع لم يمت ولن يموت، عشنا معه وسنعيش مع روحه الطاهرة ما تبقى من عمرنا. عندما نستذكر خليفة بن سلمان الإنسان فأنا نستذكر شخصا يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا. سيد الرئيس، كان شركنا في أفراحنا وأتراحنا، فاتحا بابه وقلبه لجميع الناس. لم يرد أحدا طلب منه عونا أو رأيا، كان شركنا في تشكيل قراراته، يسألنا وهو الأعلم منا، كان يحسسنا بأن لرأينا أهمية عنده. مجلس الأسبوعي كان مدرسة للجميع، للقاصي والداني، وكانت شخصيته الجاذبة وأسلوبه في الاهتمام بزواره تترك أثرا كبيرا على نفوسهم وفي ذاكرتهم. كان كريما محبا للعطاء، لم يبخل على إنسان من قريب أو بعيد، همه الأساسي راحة المواطن وتحسين مستوى دخله، اهتم بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للمواطنين. كانت ميزانية هذه الخدمات لا تمس حتى في أحلك الظروف والأوقات. كان أول من أدخل فكرة تنويع الاقتصاد وتنويع الدخل في منطقة الخليج العربي، حول البحرين مركزا ماليا مرموقا، تبوأنا بسببه مراكز متقدمة على الساحة الدولية. اهتمامه بجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية كان مبكرا، وشجع إنشاء شركات خليجية وعربية وأجنبية في البحرين، ووفر لها كل ما تحتاجه من تسهيلات. كان الأمن هاجسه الأساسي، وكان يقول لنا باستمرار لا تقدم ولا تطور بدون أمن، وصدق في ذلك. معالي الرئيس، القائمة تطول لاستذكار ما تركه لنا فقيدنا الراحل خليفة بن سلمان من إرث في وضع البحرين
على خريطة الدول المتقدمة من حيث التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي فله حق علينا أن نحافظ على ما بنا وأن نعده باستكمال مسيرته في الحفاظ على المركز، الحفاظ على البحرين في المراكز المتقدمة التي أوصلها لنا. وكل ثقة سيد الرئيس في صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء سيستكمل ما بدأه فقيدنا، فهو خير السلف لخير خلف، رحم الله فقيدنا فقيد الوطن واسكن فسيح جناته. شكرا الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور محمد علي حسن، تفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بهذه المناسبة الحزينة وهذا المصاب الجلل أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى أبناء الفقيد وأحفاده، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الكريم بوفاة فقيد البحرين الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. إن فقيد البحرين الكبير كان نافذ البصيرة قوي العقيدة الوطنية والعربية والإسلامية، كان مستوعبا لتاريخ البحرين وماضيها وحاضرها، يرى المستقبل ببصيرة وبصر ثاقب، ذلك منذ تسلمه رئاسة مجلس الوزراء عونا وعضيدا لأخيه المغفور له الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى. وكان رجل دولة من الطراز الرفيع عونا وسندا لصاحب الجلالة الملك المفدى في مشروعه الإصلاحي ومشروع جلالته النهضوي من أجل رفعة البحرين وعزتها. وكان يدرك إدراكا تاما لعمق العلاقات الخليجية ووحدتها وتلاحمها، مؤمنا إيمانا راسخا بالقيم العربية ووحدة العالم العربي وإبعاده عن الأطماع الإقليمية والدولية. كان زعيما كرس حياته لخدمة قضايا وطنه وأمته، فحياته مليئة بالإنجازات على المستوى المحلي في كل القطاعات، وإسهاماته الدولية شاهدة للعيان منذ استقلال البحرين حتى رحيله رحمه الله. فحياته ارتبطت بإقامة دولة حديثة وإنهاض سبل التنمية فيها وصناعة مجدها، كان ذلك نابعا من إيمانه الراسخ بالوطن وحبه لأبناء شعبه جميعهم، يساعده في ذلك رؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة. فيحق للبحرين أن تفخر بما أنجزه سموه من أهداف تنموية شاملة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي، لتحقيق أهداف التنمية للألفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. رحم الله فقيد البحرين الكبير وأسكنه فسيح جناته، داعيا المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وأن يسدد خطاه. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأخ صادق رحمة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. معالي الرئيس، بداية أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أطال الله عمره وأدام عزه، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء، وإلى أحفاد الراحل الكبير وأسرة آل خليفة الكرام وشعب البحرين النبيل بهذا المصاب الجلل. معالي الرئيس، نقف اليوم من هذا المنبر في مجلس الشورى
لتأبين الراحل الكبير القائد والوالد والرمز. كيف لنا في بضع كلمات أن نفعل ذلك؟ كيف نتمكن في بضع كلمات أن نخلد ونستذكر مآثر هذا الأمير الإنسان والوالد للجميع، وهو الذي وهب حياته منذ صغر سنه وتبوئه المسؤولية لخدمة البحرين وأهل البحرين كبيرهم وصغيرهم. لم يكسب فقط محبة أهل البحرين بل محبة واحترام العالم، ولا أبرز من ذلك إلا الأوسمة وشهادات التقدير التي منحت لسموه رحمه الله من كافة بقاع الدنيا. كان همه الأول رحمه الله البحرين وشعب البحرين، لم يفرق بين مدينة وأخرى أو قرية وأخرى أو بين طائفة وأخرى أو بين مواطن وآخر، الكل عنده سواء، يستمع إليهم في مجلسه العامر ويعمل من موقع المسؤولية على حل أي مشكلة تصادفهم. كانت كلماته دائماً أنا في خدمة البحرين وأهلها. معالي الرئيس، يعجز القلم ويعجز اللسان عن ذكر مآثر هذا الإنسان فقيد الوطن، وليس لنا إلا قول الله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا أبا علي وجعل الجنة مثواك، ستبقى في عقولنا وقلوبنا ما حيينا، ولا نملك إلا الدعاء لك بالرحمة والمغفرة، وإنا على فراقك لمحزونون. في الختام سيد الرئيس، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مليكنا وقائد نهضتنا وربان السفينة من كل سوء ومكروه، وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ لنا ولي العهد الأمين ورئيس الوزراء ويمده بعون من عنده، فهو خير خلف لخير سلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا معالي الرئيس. شكرا. الأخ شيخ جواد سقط اسمه، مسامحة لأبو محمد، سقط اسمه لأنه أقفل الميكروفون، فراح أعطي الكلمة حسب الترتيب السابق. تفضل شيخ جواد. شكرا سيدي الرئيس. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب ملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء، وإلى العائلة المالكة الكريمة وشعب مملكة البحرين الوفي، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له بإذنه تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله رئيس الوزراء. داعينا المولى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا. الأخ جمع الكعبي تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بقلوب المؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بأحر التعازي وخاص المواساة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى أنجال وأحفاد فقيد الوطن، وإلى شعب البحرين الوفي لفقد الراحل الكبير صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكن فسيح جناته. إننا نقف اليوم لننعي وفاة قائد حكيم ورجل ملأ سجل حياته الناصع بالعديد من الإنجازات والنجاحات وقضاء سنين من عمره في العطاء والبذل لبلده ومليكه والأمتين الإسلامية والعربية والإنسانية كلها. عندما نتحدث عن صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله فإننا نتحدث عن قائد عظيم بأفعاله وقراراته، قائدا ملأ قلبه بحب أبناء الشعب فأحبوه وقدروه فأصبح بالنسبة لهم النموذج الأسمى للعطاء الوطني والخدمة المتواصلة رفع راية مملكة البحرين خفاقة بنهضتها التي كان لسموه رحمه الله الدور الكبير في بنائها. عندما نستذكر سمو الأمير الراحل رحمه الله ببالغ الوفاء والعرفان نستذكر الإنجازات والنهضة، فلسموه بصمات بارزة ونجاحات باهرة حققها رحمه الله لتعزيز التنمية الشاملة التي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة، ونذكر المحطات العديدة التي تستحق الوقوف عندها وتأملها وأخذ الدروس والعبر منها والتحلي بالصفات والسمات الكريمة التي عرف بها بدءا من تواضعه وكرم أخلاقه وسماحته وحبه وسعة صدره ويده البيضاء التي امتدت تساعد وتقف مع الجميع. إننا في مملكة البحرين خسرنا بوفاته قائدا حكيما أمضى حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه. نسأل الله أن يتقمد فقيد الوطن بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه وشعب البحرين الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الدكتور منصور سرحان تفضل. شكرا سيد الرئيس. بداية أتقدم بخالص العزاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وإلى كافة أفراد العائلة المالكة وجميع عموم أهل البحرين، ضارعا إلى المولى العلي القدير أن ينزل فقيدنا الغالي فسيح جناته. معالي الرئيس، لم يكن يوم الأربعاء الماضي يوماً عادياً بالنسبة لنا جميعاً. نحن أبناء البحرين قاطبة، فقد نمي على علمنا خبر التحاق سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالرفيق الأعلى، فتحول نهار يوم الأربعاء إلى ظلام في عيوننا وكأن شمسه قد كورت، ولم نستطع تحمل تصديق ذلك الخبر من هول الشدة وقعه علينا جميعا، وكنا بين الحلم واليقظة نسأل أنفسنا: خليفة بن سلمان الذي ضحى بكل ما يملك من أجل رفعة البحرين وعزتها رحل عننا؟ لقد عشنا وما زلنا نعيش آثار صدمة فراقه المفاجئ، يعصرنا الألم والشعور بالحزن والأسى على فراق أحد أبرز قادتنا العظام الذي سيبقى مخلدا في ذاكرة الوطن وفي ذاكرتنا نحن ما حيينا، كيف لا وهو صاحب المواقف الشجاعة والصعبة التي لا يمكن أن تنسى لأنها مواقف البطولة والرجولة وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور. معالي الرئيس، لم تكن ثروة البحرين أثناء تأسيس الدولة الحديثة النفط أو الغاز الذي كان محصولنا منهما قليلا لا يكفي لبناء دولة عصرية متقدمة، لكن ثروتنا الحقيقية هو خليفة بن سلمان الذي استطاع برجاحة عقله وحسن تدبيره وشدة بأسه أن يحدث ما يشبه المعجزة بتحويل البحرين إلى دولة عصرية ذات بنية تحتية قوية لا تختلف تماماً عن باقي الدول الغنية، وحقق لها مكانتها اللائقة بين الدول.
لقد كان سموه طيب الله وثراه عطاء بلا حدود، وإنجازاته خطوات باتساع الأفق. رحمه الله وعند الله نحتسبه. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ ياسر حميدان تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. يعز علينا إرثاء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، فالخواطر تعجز والكلمات مهما كثرت لا تفيه حقه، فإنجازاته أكبر من أن تحصى، وما حققه البحرين أسمى وأعظم، فقد أفنى عمره في خدمة الوطن، ومن أجل البحرين ضحى بصحته ووقته، وفي عهده أصبحت البحرين منبراً من منابر العلم والثقافة، وازدهرت بالحضارة، رفع رايتها إلى العلا في كل المحافل الدولية، كان همه الأكبر هو هم الناس، يتابع قضايا الوطن شخصياً، ويوجه من يعنيه الأمر الحل ومتابعة كل قضية. كان مثلاً أعلى القائد الفذ وأباً للجميع بمعية صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. كان يرحب بزواره في مجلسه ويسأل ويطمئن على الغائب منهم. لا شك أن البحرين لن تنساه، فهو مخلد في ذاكرة الأجيال التي عاصرت وعاشت في عهده، والكلمات مهما طالت لن تفيه حقه. وفي الختام لا نجد ما نقوله سوى أننا فقدناه حقا، وستظل ذكراه محفورة في القلوب والوجدان. وندعو الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا معي. شكرا جزيلا. الأخت هالة رمزي فايز تفضلي. شكرا معالي الرئيس. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى شعب البحرين الكريم خبر انتقال سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى ربه. ولن تكفينا الكتب لذكر محاسن ومناقب سمو الأمير رحمه الله، فقد كان قائد ذو حكمة وحنكة سياسية واجتماعية، استطاع أن يدير الحكومة بكل حكمة على مدى ما يقرب من 50 عام. شارك في مسيرة نهضة البحرين بكل إخلاص وتفاني، من منطلق إيمانه وحبه للوطن والمواطن، فما من مناشدة له باحتياج مواطن إلا وأمر بتلبيتها، فكان مثالاً للعطاء والكرم وحب الناس بكل أطيافهم وأجناسهم. والتاريخ شاهد على إنجازات سموه في مجالات عدة كالصحة والتعليم والصناعة والتجارة والرياضة والتنمية المستدامة. وعلى الصعيد الدولي فلسموه رحمه الله إسهامات كثيرة، منها إطلاق جائزة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، وكذلك إعلان 5 أبريل من كل عام ليكون يوماً عالمياً للضمير بمبادرة من سموه ومصادقة الأمم المتحدة. كما حصل سموه على العديد من الجوائز العالمية كاعتراف دولي بإنجازاته وإسهاماته التنموية على الصعيد الداخلي والخارجي. وفي هذا المصاب الجلل نرفع تعازينا القلبية الخالصة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى أبناء وأحفاد الفقيد، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وشعب البحرين الوفي في وفاة فقيد البحرين الغالي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، داعينا الرب القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وختاماً ندعو الله أن يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس الوزراء في حمل الأمانة وإكمال من المسيرة، فهو خير خلف لخير سلف. شكراً معالي الرئيس. شكراً جزيلاً. الأخت نانسي خضوري تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع التعازي إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وجميع أفراد العائلة الحاكمة
وشعب البحرين على فقيد الوطن الراحل الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الأمير خليفة سخر حياته وكل جهوده وأوقاته في سبيل إعلاء شأن مملكة البحرين وجعلها رائدة ومتقدمة في المجالات كافة، وإن سموه رحمه الله حرص طيلة حياته على تلمس احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتفقد أحوالهم عبر زياراته المستمرة للمناطق والقرى والاستماع لمطالبهم، ولقد كان حريصاً على فتح مجلسه ليرحب بأفراد شعب البحرين. وإن الإسهامات والعطاءات التي قدمها ستبقى خالدة وشاهدة على قامة وطنية استثنائية امتازت بخصال فريدة، ونعبر عن الفخر والاعتزاز بالنهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي تحققت بفضل متابعته وتوجيهاته. إن مشاعر الحزن والألم ملأت قلوب البحرينيين والمقيمين وحتى شعوب الدول الأخرى بعد نبأ وفاته، وهذه تعكس مكانته العالية في قلوب الجميع، وإنه رمز شامخ قدم خدمات جليلة لمملكة البحرين والأمتين الإسلامية والعربية ولكل الإنسانية، انطلاقاً من إيمانه الراسخ والمبادئ والقيم التي تحلى بها في التواصل المستمر ومد جسور الروابط وبناء العلاقات الطيبة مع الجميع. وفاته أثقلت قلوبنا بالحزن وأمتلأت العيون بالدمع. رحم الله الأمير خليفة بن سلمان الخليفة واسكن فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. الدكتور محمد علي الخزاعي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. إذ نقف اليوم لنرثي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله، ينبغي علينا أن نستذكر سيرة رجل من قاد من بناة هذا الوطن، نستذكر فارسا مجيدا ظل ممتطيا صهوة جواد خدمة هذا الوطن وإنسان هذه البلاد الطيبة. على مدى 6 عقود من حياته المديدة كرسها من أجل خدمة البحرين وأهلها. منذ 60ات القرن الماضي قبل استقلالها وحتى آخر يوم من حياته، وكان الساعد الأيمن للمرحومين والده سلمان بن حمد وشقيقه عيسى بن سلمان ومليكنا حمد بن عيسى حفظه الله وأبقاه، فكان نعم الصادق الصدوق والأخ المخلص والقائد الملهم والإداري الفذ بنظرته المستقبلية الثاقبة. معالي الرئيس، يغيب عنا خليفة بن سلمان من أرض الخلود الضيقة إلى أرض خلود أبدية شاسعة، إلى جنة خلود المأوى. يغيب عنا بجسده وتبقى معنا روحه، مستذكرين ذلك الإنسان الخلوق المحب صادق الوعد الذي تجمعت فيه صفات يندر أن نجدها إلا في من أنعم الله عليهم بمحبة الآخرين. كان رحمه الله إنسانا نبيلا ذو أهداف سامية لصالح عامة الناس، وكما قال أحدهم في رثاء صاحب له: كانت حياته هادئة واختلطت فيه العناصر، وقد تنهض الطبيعة وتقول للعالم كان هذا رجلا ونعم الرجال. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ رضا فرج، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أيها الإخوة والخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعجز الكلمات في هذه اللحظة
التي تتساقط فيها العبرات في أن تعبر عما في داخل كل مواطن بحريني من حزن وألم. فعندما نتكلم عن صاحب السمو الملكي المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل خليفة بن سلمان، فإننا نذكر الإنسانية بكل معانيها وتجلياتها، فهو من كرس حياته لخدمة البحرين وأهلها، وكان رمزاً للتفاني والإخلاص والمثابرة في خدمة هذا الشعب، واضعاً نصب عينيه توفير حياة كريمة وآمنة لكل مواطن بحريني. بل إنني لا أبالغ إذ قلت إن البحرين بفضل قيادته الحكيمة رحمه الله حافظت على ثوابتها العربية والإسلامية. فيا من عبرت بنا وبالوطن طوال مسيرتك الزاخرة بالعطاء مراحل صعبة بفضل حكمتك وحنكتك التي لن ينساها التاريخ. لقد غمرت كل بحريني مشاعر الحب حتى غدوت بمثابة الأب الحنون العطوف، وكنت الأب للجميع الذي يجسد قمة الرحمة والعطف والحنان. كنت معطاء وفعالا للخير دون رياء أو تفاخر، وكنا ننظر لما تفعله بعين الإعجاب والتقدير، ونتطلع إلى السير على خطاك في الحلم والبذل والرزانة ورجاحة العقل والعشق لهذا الوطن. لقد كنت عظيماً في محياك وستظل عظيماً بعد مماتك بما قدمته من جهود عظيمة وما حققته من إنجازات مشهودة وبما تركته من إرث محمود من الخير والحب والوطنية الصادقة. وداعاً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فقد شاء ربك وما شاء ما فعل، ولا مرد لمشيئته وإرادته، كما كنت تؤمن دائماً رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته. وفي النهاية لا أجد ما أقوله سوى أننا فقدناك جسداً، إلا أن روحك ستظل تضللنا، وستظل ذكراك العطرة محفورة في القلوب والوجدان رحمك الله رحمة واسعة، وسيذكرك التاريخ بصفحات من نور، وسيسجل اسمك في سجل الخالدين. اللهم وفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله لما تحبه وترضاه، وأحطه بعنايتك، واحفظه كما حفظت كتابك الكريم، وأطل من عمره، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لخدمة مملكتنا الغالية تحت قيادة جلالة الملك البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. الأخ نوار المحمود تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالفعل كما قال من سبقوني من إخواتي وأخواتي، تعجز الكلمات عن رثاء فقيدنا فقيد البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. باني البحرين الحديثة ومهندس نهضتها، فعلا كان رحمه الله القائد الملهم الحكيم، والد الجميع، الأب الحنون، الرجل المتواضع، أحب الناس وأحبوه. ستبقى أعماله ومواقفه وسيرته ماثلة أمامنا نستلهم منها مستقبل البحرين. وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، وبقلب مليء بالحزن، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن خليفة سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، وإلى أنجال الفقيد سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وإلى أسرة آل خليفة الكرام، وإلى شعب البحرين الوفي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ صباح الدوسري تفضل. شكرا معالي الأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيته النفس المطمئنة، ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى العائلة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي بأحر التعازي برحيل فقيد الأمتين العربية والإسلامية والد الجميع وقائد مسيرة التنمية في بلادنا. فسيدي طيب الله ثراه عاصر جميع التحديات التي واجهتها البحرين وكرس حياته لخدمة البحرين وشعبها الوفي، وسعى جاهدا للحفاظ على أمتها واستقرارها وتطورها وتقدمها وازدهارها. فهو رجل دولة بمعنى الكلمة، أسهم في بناء نهضتها التنموية والحضارية، وساهم في نشر قيم التسامح والمحبة والود بين شعوب العالم، وفي تعزيز علاقة البحرين الخارجية والداخلية. وكان رحمه الله صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات بكل جدارة واقتدار، فهو رمز وطني كبير كرس كل حياته في خدمة وطنه وشعبه الذي يبادله الحب والاحترام، وكان قريبا منه والعين الساهرة في متابعة شؤون الوطن والشعب. وأهل البحرين كافة عرفوا سموه طيب الله ثراه قائدا بحرينيا متميزا، فكلنا في هذه القاعة نجد أن القلم واللسان يعجزان عن رثاء هذا الراحل الكبير. في الختام لا يسعني إلا أن أدعو المولى عز وجل أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته وشعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخ عبد الله الدوسري تفضل. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور، صدق الله العظيم. نعم، إنه الحق الذي لا مراء فيه ولا حيلة معه ولا شفاعة، وليس له من تعقيب غير قول المؤمن الصابر إنا لله وإنا إليه راجعون. معالي الرئيس، عندما تقف الكلمات عاجزة عن التعبير بما نشعر به، فإننا أمام خطب جلل تشل فيه مفردات الكلام، وتتحول الحروف إلى دموع تسكبها عيون بكت بصدق وحب رجلا من أعز وأخلص وأوفى الرجال، رجلاً قل نظيره في هذا الزمان، إنه خليفة بن سلمان. هذا الأمير الإنسان بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى جسد حب الوطن من خلال سيرته الطيبة المباركة منذ بناء الدولة الحديثة في بداية سبعينات القرن الماضي حتى يوم رحيله رحمه الله. مسيرة نصف قرن من العطاء لم يتخللها أي كلل أو ملل، كرس حياته كلها لخدمة البحرين وشعبها، فمثله لا ينسى أبدا. خالص العزاء والمواساة إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى العائلة المالكة الكريمة
وشعب البحرين العزيز في الراحل الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة طيب الله وثراه. نعم، لقد أدمى فراقه قلوب الجميع، ولن تفي حقه، وحزنا عليه كلمات الرثاء مهما بلغت. وفي الختام أقول يا أبو علي، لو قلت واثنيت الأقوال موفيت حقك، لو مليت الصحيفة، لو خيروني كيف هي تدعى الأبطال، إن كان أسميك القرم الخليفة. شكرا. شكرا جزيلا. الأخت منى المؤيدة تفضلي. شكرا معالي الرئيس. بمزيد من الحزن نتقدم بالعزاء لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وجميع أفراد العائلة الكريمة. إن البحرين خسرت بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر طيب الله ثراه، رجل دولة من الطراز المميز، حيث أنه تمكن على مدى العقود الماضية بعزم وإصرار ورؤية ثابتة من نقل البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات، في التنمية والتعليم والصحة والإسكان والصناعة والتجارة والبنوك. وعلى مستوى الوطن كان رحمه الله قريباً من جميع المواطنين، ويستمع لمشاكلهم واحتياجاتهم، ويدعو المسؤولين للاجتهاد في حل مشاكلهم وتحسين ظروفهم. ولا أنسى عند لقاء سموه كان دائماً يذكرني بالاسم الثلاثي، ومن زوجي، وأين منطقة سكننا. وكنت دائماً أتعجب من ذاكرته الخارقة للأمور البسيطة التي تجعله مميزاً وقريباً إلى قلوب الجميع. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. شكراً. شكراً جزيلاً. الأخ يوسف الغتم تفضل. شكراً معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. ببالغ الحزن والأسى نتقدم إلى المقام السامي سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأطال في عمره، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأحفاده الكرام وأسرته الكريمة والأسرة المالكة والوطن الغالي وأهله الكرام. في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، فبفقده فقدت البحرين والأمة العربية قائدا حكيما وأميرا معطاء، باني نهضة البحرين ورجل المهمات الوطنية، مؤسس الازدهار والتقدم في الوطن العزيز، مع حرصه الدائم على تواصل وتعاون السلطات لخدمة الوطن والمواطن. كان لجلالة الملك عضيدا كما كان المغفور له الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، كان رجلا لشعبه أبا بارا وحكيما بارزا، أحب الخير للجميع وعمل به فأحبه الناس. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوفق سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في مواصلة مسيرة البناء والتقدم في وطننا العزيز. إنه نعم المولى ونعم البصير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا سيدي. شكرا جزيلا. الدكتور ابتسام الدلال. شكرا معالي الرئيس. في هذه المناسبة الحزينة بداية أود أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الفقيد وأحفاده الكرام، وإلى جميع أفراد العائلة المالكة، وإلى شعب البحرين الكريم والوفي. نقف اليوم في هذا المجلس بمشاعر عميقة تشتعل فيها الحسرة والألم في موقع رثاء رجل بوطن، حتى باتت كل مفردات لغتنا العربية غير قادرة على التعبير عن مدى الحزن والصدمة. فمع رحيله انفطرت القلوب، ونحن نفقد الركن الركين ونفقد صمام أمان القيم والمبادئ في عهد الحداثة هذا. لقد بات سموه رمزاً للحكمة والعطاء والتواضع الجم، وبين دفتي كتاب حياته تتقاطر صور العطاء الواحدة تلو الأخرى دون توقف لأبناء شعبه ووطنه. لقد كان موسوعة متحركة من الإرث الاجتماعي والحكمة السياسية التي طبعت بصماتها في أركان الوطن وهو يدير سدة الاقتصاد والتنمية، إذ أنه كان بحق على رأس المسؤولين العرب في إسهامات التنمية البشرية والتحديث والنهضة الحضارية. وعندما يردد سموه الآمال لا تنتهي ما دمنا نعمل، فإن الآفاق ستبقى أمامنا رحبة للعمل، فسموه يعبر عن أفكاره وطموحاته التي لا تنتهي. لقد خاض معترك التنمية والتحديث حتى أصبحت مملكة البحرين الصغيرة في مساحتها وفي مواردها مركزاً مالياً وتجارياً. لقد بث هذه الإرادة والعزم لمجابهة تحديات التنمية في كافة أركان الدولة، حتى أصبحت مملكة البحرين محطة يشاد لها بالبنان على خارطة العالم. كان لسموه رؤية ثاقبة في قضايا الوطن، يضع لها حلولاً دبلوماسية آخذاً بعين الاعتبار كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كان سموه رجل فكر وسياسة، وسياسة محنكة، امتلك مرونة دبلوماسية باهرة صقلتها الأحداث التي مرت بالوطن قبل الاستعمار وبعد الاستقلال، لتجعل منه شخصية تتمتع بكاريزما وحضور لافت. فكان العزم والحزم والتواضع والتواصل من صفات سمو الشخصية. من الصعب جدا رثاء قامة شامخة كقامة سمو الأمير خليفة بن سلمان الذي منح جل وقته لشعبه وطنه. الحزن يليق بنا، ولكن الأمل هو الأقوى، فعزاؤنا في مجيء صاحب السمو الملكي ولي العهد ليكون خير خلف لخير سلف، لما يتمتع به من حنكة سياسية وتفكير رجل سابق لعصره تحت راية صاحب الجلالة الملك المفدى. ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بداية أرفع خالص التعازي والمواساة إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى أبناء وأحفاد المغفور له بإذنه تعالى، وإلى أسرة آل خليفة الكرام، وإلى عموم شعب البحرين برحيل المغفور له بإذنه تعالى الأمير الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذي فقدت مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية والدول قاطبة برحيله علما شامخا ورمزا وطنيا ونفسا عظيمة، رجل دولة كرس حياته في خدمة مليكه وشعبه وأمته وخدمة الإنسانية، رجل قدم للوطن عطاء امتد لعقود خالدة، صنع وبحق نموذج وطني كبير يحتذى به على مستوى العالم، وشكل نهج ومسلك سيظل نبراسا للأجيال القادمة والعقود الطويلة، رجل وحد الجميع في حبه واحترامه وتقديره عندما كان بيننا، وها هو اليوم يوحد الجميع في حبه واحترامه وتقديره والحزن عليه بعد رحيله. معالي الرئيس، صاحب السمو والذي قاد
السلطة التنفيذية لعقود طويلة باقتدار من العطاء والإنجاز والبذل وتحقيق الريادة الوطنية، فقد كان رحمه الله الحكومة في روح إنسان، حيث وضع الإنسان وتقدمه ورعايته في كل مناهج الحكومة ومبادراتها. معالي الرئيس، ثمة رجال لا يغادرون، يظلون راسخين هناك في مواقعهم الرفيعة، لا تغيب لهم ذكرى ولا ينمحي لهم أثر، يبقى إنجازهم وخصالهم عالقا في عقولنا وقلوبنا جميعا، وتظل مواقفهم الوطنية شاخصة في ضمير الوطن. رحم الله الأمير الراحل وأسكنه فسيح جناته، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ووفق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وسدد على طريق الخير والحق خطاه، وإنا لله وإنا له راجعون. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ حمد مبارك النعيمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا جميعا رمزا من رموز بلادنا الذي يصعب تعويضهم، والذي أفنى حياته في خدمة دينه ووطنه وشعبه. نرجو من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، كما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة الدفاع البحرين رئيس مجلس الوزراء في خدمة دينه ووطنه في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخ عادل معاودة، تفضل. شكرا مع الرئيس. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي كتب الفناء على كل شيء إلا ذاته العلية سبحانه وتعالى، فكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ولو كان الخلد لأحد لكان لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن قال له ربه: وما كان وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهذا هو الحق المبين. أعزي جلالة الملك على هذا المصاب الجلل، ونواسيه في مصابه، ونعزي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، ونعزي أنجال المرحوم سمو الشيخ علي وسمو الشيخ سلمان وسمو الشيخ هلولوة وأبنائهم وبناتهم والأسرة الكريمة آل خليفة الكرام جميعا. نعزي نوابه الذين رافقوه طول الدرب، سمو الشيخ محمد بن مبارك وخالد بن عبد الله ورفيق دربه سعادة جواد العريض الذي زامله طول حياته. وأيضا أعزيك معالي الرئيس كانت كلماتك مؤثرة رغم تجلدك الذي عهدناه منك، ولكن كانت تصل بنفس الروح التي كانت تخرج منك. نعم، كيف لا تتأثر أنت الذي رافقته وكثير من رجالات البحرين الذين لم يتسنى لهم أن يقفوا موقفك وتتأثر
تتاح لهم الفرصة للتعبير. نكبر فيك اختزالك للكلمات التي عبرت عن تاريخ للبحرين ومن كل الإخوة الكرام، أخ جمال، جميع الإخوة الذين تكلموا من واقع ملموس، كيف لا والمصاب جلل، لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته خلق كثير. شعرنا أنه لنا في المحرق، ولكن عندما كنا نذهب إلى مجلسه ويأتيه الناس من كل قرى البحرين، فتشعر أنه كأنه طوال الوقت معهم، يسأل عن الكبار ويسأل عن الصغار، من المالكية إلى سترة إلى جو إلى عسكر إلى البديع إلى جد حفص، إلى كل القرى، إلى الحد وإلى الدير وإلى كل المال. تشعر أنه كل واحد منهم يشعر أن له خصوصية. ولكن ماذا نقول؟ فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب رشدا. إنها الحياة وهكذا يخلف الناس بعضهم بعضا. كان رجل الاجتماع ورجل المحبة ورجل السياسة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يجبر مصابنا جميعا، وأن يخلفنا خيرا، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. دكتورة فاطمة الكهجي، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتقدم بحر التعازي لصاحب الجلالة الملك حمد آهل البلاد المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى أنجال الفقير وأحفاده وأسرة آل خليفة الكرام، وإلى الشعب البحرين المخلص الوفي. سيد الرئيس، لقد فقدنا اليوم رمز من رموز بلادنا، إنساناً عزيز على قلوبنا. إن رحيله أدمى القلوب وأحزن النفوس، وتبقى الكلمات تتحشرج بداخلنا وتمتزج بدموع وتترك ثقلاً في الصدر. سيبقى سموه رمزاً من رموز وطننا، خالداً في ذاكرة الوطن. سيد الرئيس، لقد فقدنا المعلم المحنك الذي حول مجلسه المضياف إلى مدرسة تقدم الإرشادات القيمة لتكون في صالح الوطن والمواطنين. لقد فقدنا الأب الحنون الذي يتابع إنجازات أبنائه ويناقشهم أثناء تواجدهم في مجلسه ويشجعهم على التقدم والمبادرة. ختاماً، أسأل الله العلي القدير أن يصبر جلالة الملك على مصابه الجلل، وأن يوافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ويسدد خطاه في حمل الأمانة، وهو خير خلف لخير السلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا. الدكتور عبد العزيز أبو، تفضل. شكرا معالي الرئيس. نقف اليوم بقلوب حزينة بهذا المصاب الجلل، بفقد قائد بارز ورجل دولة من الطراز الأول، فأرفع أحر التعازي وأصدق المواساة إلى مقام سيد البلاد جلالة الملك المفدى، وإلى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء الموقر، وإلى أنجال وأحفاد فقيد الوطن صاحب السمو الراحل الكبير خليفة بن سلمان آل خليفة، تقمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وبالغ التعازي للعائلة المالكة الكريمة وشعب البحرين. وإن الكلمات مهما بلغت لتعجز عن التعبير عن مشاعر الحزن
وبالغ الأسى والخسارة التي منيت بها البحرين الغالية. ولا نملك في هذا المقام إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لفقد الراحل الكبير، وأن ندعو الله جلت قدرته أن يسبغ على جلالة الملك المفدى وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء موفور الصحة والعافية وطول العمر ودوام التوفيق والسداد في قيادة البحرين الغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا معي الرئيس. شكرا. الأخ فيصل النعيمي تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أتقدم بالتعزية إلى المقام السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سمو الأمير الملكي سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ علي الشيخ سلمان بن خليفة مستشار رئيس مجلس الوزراء، وإلى أحفاد المرحوم بإذن الله سمو الأمير الملكي خليفة بن سلمان، وإلى العائلة وإلى عائلة الخليفة الكرام وشعب البحرين الكريم، وشكرا. شكرا جزيلا. الدكتور أحمد العريض تفضل. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكر إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا المصاب الجلل الذي تمر به البحرين أثر فينا جميعا سكان هذه الجزيرة. إن الصحة والأمان نعمتان مجهولتان، وقد وفر هذه النعمتان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان. وعندما توفرت هذه النعمتان توفرت النعم الأخرى طيلة 5 عقود مرت على البحرين. وكما ذكر الإخوة، لقد كانت هذه العقود عقود إنماء وبناء، وقد أثرت فينا هذه الفاجعة وعشناها. أدار حكومة البحرين طيلة هذه العقود، ووصلت بلادنا لمصاف الدول المتقدمة، وجهود هذا القائد أصبحت نبراساً للدول العربية والإقليمية. نحن نقدم تعازينا لصاحب الجلالة مليكنا حمد بن عيسى وللعائلة الخليفية الكرام ولشعب البحرين، ومرة أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون، وشكراً. شكراً. الأخ سبيش الفضالة تفضلي. شكراً معالي الرئيس. اللهم أرحم فقيدنا الغالي، اللهم أجبر كسر قلوبنا. أتقدم بخالص العزاء لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وأعزي أبناء وأحفاد الأمير الراحل خليفة بن سلمان رحمة الله عليه. وتقدم أيضاً بخالص العزاء لشعب البحرين الغالي، فالفقيد هو والد الجميع. معالي الرئيس، لقد كان لرحيل سمو الأمير الحزن الكبير على أبناء البحرين كافة، فالشعب يكن كل المحبة والإخلاص للأمير الراحل. فالفقيد نذر حياته لخدمة الوطن والمواطنين. معالي الرئيس، نحن اليوم فقدنا الوالد الحنون، فقدنا القائد، فقدنا القدوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. شكرا. قبل أن أختتم هذه الجلسة الحزينة، كان لسعادة رئيس المستشارين كلمة، فتفضل.
عن سيدي الرئيس. الله أكبر الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سيدي الرئيس، لئن كان مصاب أبناء البحرين جللا وعظيم فقدهم شديد الوطأة زلزلا، فإن المقيمين الذين اتخذوا البحرين موطنا وموئلا يستحضرون بأسى وخشوع مناقب الزعيم الجليل وقائد مسيرة التنمية مع السابقين من أوائل الرعيل، ويشاركون المواطنين بكاءهم فقيدهم بمياه المآقي، سائلين الله أن يجمع أبا علي بشعبه الوفي في عليين يوم التلاقي. فقد كان الفقيد كوارف الشجر، معالي الرئيس، يصل خيره وفيئه إلى مواطنيه وسائر البشر. لقد كان صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد حظيت شخصيا بشرف اللقاء به عديد المرات، رحمه الله تعالى، في دنيا السياسة طودا أشما، وفي عالم الاقتصاد يما خضما، وكانت نظرته وسياسته دوما تنفذ إلى ما وراء قمة ذلك الطود من أبعاد وآفاق، وإلى ما دون ذلك، إلى ما دون سطح ذلك اليم من أغوار وأسحاق. كان الفقيد رحمه الله أمة في رجل حكيما مقداما غير وجل، يقارع الخطوب حيث ثقفها ويزيل العقبات أن عجمها. كان الأمير الفقيد للعاهل المفدى خير سند وعضيد، كان للبحرين ركنا ركينا ولمنطقة الخليج أسا متينا. وإذا كان مصاب البحرين فيما رزئت فيه بفقده كبيرة، فإن العزاء فيه رحمه الله أنه قد أخلف في منصبه من كان له نائبا أولا وسندا أثيرا ورأيا ثاقبا ومنيرا. وإذ نستمطر شآبيب الرحمة والغفران على الروح الزكية الطاهرة للفقيد الكريم، ونعزي البحرين قيادة وشعبا في هذا الرزق الأليم، نرفع أكف الذراعة إلى القدير العليم أن يكلأ بعين حفظه ورعايته جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، بما حفظ به السبع المثاني وأم الكتاب والذكر الحكيم، إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا. أخواني وأخواتي، بعد هذا الرثاء الذي أدمى القلوب، أشكركم جميعا على حسن العزاء وصادق المواساة، وما قلتونه في كلماتكم لا يعبر عن أنفسكم فقط، وإنما يعبر عن جميع أهل البحرين. هذا هو خليفة بن سلمان، سيبقى في قلوبنا ما حيينا. إنه في جنان الخلد ضيف كريم، ضيف كريم عند رب كريم، وليكن مطمئنا إن البحرين إن شاء الله في أمن وأمان تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى. واستبشرنا أيضا بتسلم سمو ولي العهد رئاسة الوزراء، التي يتمتع بالصفات القيادية التي يتمتع بها عمه المرحوم. وكما يقول الشاعر، إذا مات منا سيد قام سيد. ولذلك نحن مطمئنين إن شاء الله، ونتمنى للجميع إن شاء الله الصحة والعافية. وبهذا نختتم جلسة اليوم، ولكن قبل أن أرفع الجلسة أرجو من الأخ
الأمين العام قراءة الأمر الملكي بتعيين رئيسا لمجلس الوزراء. شكرا معالي الرئيس. أمر ملكي رقم 44 لسنة 2020 بتعيين رئيس مجلس الوزراء. نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2013 بتعيين نائب أول لرئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: المادة الأولى، يعين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء. المادة الثانية، يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 25 ربيع الأول 1442 هجري الموافق 11 نوفمبر 2020 ميلادي. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا، وبهذا نرفع الجلسة وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة.